قول لي توقعاتك لماتش ليفربول وروما. ليفربول اللي هيكسب ان شاء الله. محمد صلاح اه الماتش ممكن يخلص 3-4 محمد صلاح يعني. والله بص ان شاء الله احنا كل يعني مصر دلوقتي كل اللي يهمها محمد صلاح. فاحنا نتمنى ان محمد صلاح يعني يوصل ان شاء الله للنهائي. توقعاتي محمد صلاح هيخطف جون في اول ربع ساعه والماتش هيموت بعدها يعني، والليفر هيصعد للنهائي. اتمنى تمنياتي ان ليفربول طبعا يصعد، وان شاء الله ليفربول لو صعد هيبقى ليه فرصه سواء قبل البايرن او الريال هيبقى ليه فرصه كبيره في النهائي، لان بيقدر يخلص في اول ماتش دايما. نفسك تشوف محمد صلاح السنه الجايه فين يلعب؟ في ستايل لعبه مع ليفربول احسن من ريال مدريد، بس لو راح ريال مدريد نتمنى ان هو يلعب في ريال مدريد. ان شاء الله يكون في ريال مدريد باذن الله. هو اكيد نتمنى نشوف محمد صلاح في احسن نادي في العالم وكده، بس هو لو كمل في الليفر هيعمل تاريخ احسن وهيبقى احسن واقوى كمان. محمد صلاح احب ان اشوفه في الليفر زي ما هو، بس عن شرط ان الليفر يدعم صفوفه، لان الليفر لو فضل كده الموسم الجاي برده مش هيقدم اي حاجه. محمد صلاح في ريال مدريد الفتره اللي جايه طبعا، الفتره اللي بعديها ان شاء الله يبقى احسن لاعب في العالم بقى.